بيكم في مغربيات. النهاردة هنعمل مملحات بردة، أنا هقول لكم على المقادير وهنعمل الخطوات كلنا مع بعض. هنطلع فاصل نرجع نعمل مملحات. رجعنا بعد الفاصل، أنا هقول لكم على المكونات الأساسية اللي احنا هنحتاجها. هنحتاج سلامي، سلمون، كراب، طماطم مجففة، جمبري مسلوق صغير، تونة، مايونيز، بيض مسلوق، شبت، زيتون، جبنة ماعز، وخيار، وطبعا توست. دي احنا المكونات هنستعملها النهاردة. طبعا انت حرة تستعملي المكونات اللي انت عايزاها، بس هنبتدي نسمي كده بالله ونبتدي. يلا بسم الله. اختاري طبعا اي شيب او اي قالب انت عايزاه. انا اول حاجة عايزة اعملها هنجيب النشابة، انا عايزة افرد بيها بس التوست. نشيل الحروف، انا هعمل اول واحد بس اوريكي الشيب، بعد كده هعمل الباقي بسرعه. اوكي، حطي على جنب. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد كذا واحده على بعض. بسم الله. بتبقى حلوه المملحات دي لو جالك ضيوف على غفله مش عارفه تعملي لهم ايه، ما عندكيش وقت انك تطبخي او اي حاجه، بتبقى شكلها شيك جدا على التقديم. هنعمل نفس اللي عملناه بس واحده، الثانية والثالثة. بسم الله. أول حاجة هنحط جبنة الكريمي، أي جبنة عندك كريمي، سواء مثلثات، مربعات، جبنة كريمي اللي انت اللي عندك متوفر اعمليه. اوكي هنكمل. طبعا زي ما قلت احنا انتوا مش مضطرين انكم تمشوا بنفس المكونات اللي احنا بنعملها، بس لذيذه اما حلو اهو. حطينا دلوقتي الجبنة الكريمي، بالنسبة لي لما مثلا يبقى عندي جايلي ضيوف او حاجة وببقى هعمل مملحات زي كده او كنبيات زي كده، ما بحب الصراحة انا اقدمها في صواني، تفتح نفسي اكتر. طيب دلوقتي اللي انا عايز اعمله احنا هنعمل ايه؟ هنقلب دي. برافو. هنشيل دي من قدامنا، نشيل الحاجات احنا مش محتاجينها. يلا بسم الله. نجيب سكينة هنقطع. هنحط سلمون، نحط عليه شبت وحتة تونية، ونعمل نفس الموضوع. في حتة صغيرة هنا اهو،
نزود عليها يعني ونحط زيتونية وحتة شبت. نيجي هنا بقى، هنا انا عايزة اعمل ايه؟ انا عايزة اجيب بولة صغيرة احنا هنرجع نكمل طبعا احنا بنعمله، بس انا عايزة اعمل حاجة هنا مختلفة جدا. انا عايزة اعمل بيست من الصفار البيض والمايونيز ونحطه. طبعا هنحتاج طبعا عشان اطلعها بسم الله عشان اخد جبنه احلى من المايونيز. المايونيز تبقى تقيله شويه. نعمل هنتبلها شويه ملح في الاسود اللي هنعمله. هنعمل برضو هنحط على الطرف وبعد كده هنجيب بياض البيض نملاها بالبيست نحط فيه الزيتونية نعمل نفس الموضوع. طيب وانا بكمل اللي انا بعمله ده هطلع فاصل نرجع نكمل الباقي. رجعنا بعد الفاصل. النهارده حلقه مملحات بارده. عملنا قبل الفاصل ايه؟ عملنا اللي بالجبنه الكريمي ومع السالمون والبيست بتاع الجبنة برضو وصفار البيض وحطينا معاه سالمون وشبت. وهنا بس الجبنة الكريمي وسالمون وشبت وزيت زيتون وزيتون أحمر عليه أسود. دلوقتي هنعمل حاجة مختلفة. طماطم مجففة سوريمي لا كراب هيك تمام قوي. وهنزود عليها الزيتون احلى حاجه عجباني في الحلقه دي بصراحه ان ارتجال يعني بشوف اللي انا عايز احطه بعمله كاني قاعده في بيتي يعني كاني قاعده يعني جالي ضيوف وعندي حاجات قدامي كتير قوي وبشوف انا ممكن احط ايه على ايه ممكن ينفع. دلوقتي انا عملت ايه؟ جبنه الكريمي عليها الطماطم المجففة السوريمي وجمبري ونزود عليها زيتون شوية خضرة. دي تقيلة قوي بقى، دي تقيلة يعني دي تقيلة. عايز اجيب سلامي نقطعه اوكي هنحط سلامي
ممكن ابقى غريبه بالنسبه لناس كتير جدا، بس انا بحب احط السلامي على سموك سالمون. يعني تقولي اللحمه على 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 السمك، يا بعمل كده اوقات كتير جدا، باكل فراخ مع لحمه. كمل باقي بتاعت السلامي. اوكي ادي التالتة، هنكمل بقى. هنعمل دلوقتي السريمي، هنحطهم كده، نجيب سالمون احنا لسه عندنا تونة وعندنا جوت تشيز لسه ما حطيناهمش، ولسه عندنا خيار. هنجيب الخيار نقطع بنفس السكينة، بسم الله. يمي لا غنى عن الشبت. ممكن تستبدلي الشبت لو ما بتحبيش طعم الشبت، تستبدليه بالبصل الاخضر. طيب دلوقتي احنا هنعمل التونه برضو. طبعا احنا قلنا حاطين الجبنه الكريمي هي البيز بتاعتنا. التونه والجوت تشيز، اي لاف جوت تشيز. يعني الجوت تشيز بالنسبه لي حياة تانية. مش ناس كتير جدا بتحب الجوت تشيز، انا بحبها. احنا قلنا ناس كتير جدا ما بتحبش اللي احنا بنحبه، وناس كتير جدا احنا ما بنحبش اللي هما بيحبوه. طيب دي كانت وصفتنا النهارده، ان شاء الله تجربوها في البيت تعجبكم. بهنا الشيفة، بصحة وراحة.